احضري بيومين 17 و 18 ديسمبر كل تفاصيل هذا الاضراب باش نحكيو فيها الان في وقته. في وقته دعت الجمعة العامة دونك منظوريها في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية إلى الدخول في إضراب حضوري أيام 17 و 18 ديسمبر، وكما أعلنوا باش يتم مقاطعة كل التنقلات الخارجية، كل البرامج المباشرة، تأمين فقط نشرات إخبارية موجزة. باش نعرفوا علاش كيفاش شنو السبب، معنا الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد سعيدي. صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير اختي عفاف، وصباح الخير كل مستمعي ديوان افام، وشكرا على الاستضافه نتاعك. يعيشك. محمد، خلينا نبداو بالاسباب وراء الاعلان عن هذا الاضراب. انتم ما كنتوا نبهتوا وايضا طرقتوا ل شنو الطلبات نتاعكم على امل وانه يتم التجاوب مع طلباتكم ويتم الغاء الاضراب. شوف، احنا باش نوضحوا للراي العام ونوضحوا للناس كل، احنا هذا راهو موش اضراب جديد. احنا منذ 13 و14 مارس 2021 اعلنا وقت على اضراب حول تنقيح النظام الاساسي لمؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيه، وعقدنا اكثر من اربع او خمسه جلسات. ثم جلسه اجلنا الاضراب هذاك نتاع 13 مارس الى شهر ابريل، وعقدنا جلسه يوم 8 ابريل، وبعدها عقدنا جلسه اخرى يوم 25 26 27 ماي، وعقدنا جلسة أخرى يوم 28 جوان. يعني هذا نحب نبين الرأي العام، راهو أربع مرات وإحنا نأجلوا الإضراب باش وصلنا لاتفاق، وعبرمنا الاتفاق النهائي منذ 28 جوان 2021، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحاولوا مع الحكومات. محمد جوست سؤال من فضلك، معناها انتم التحديد نتاع التاريخ هذايا واضح وانكم حددتوه من قبل، ولكن ما كانش ممكن تغيير التاريخ وقت اللي جاء تزامنا مع الانتخابات؟ وهذا سؤال يطرح فيه التوانسة الكل. راه لا لا، هو باش نقول لك انا، احنا عقدنا اجتماعات مع نقاباتنا الاساسية، ومنظورين قاموا بضغط شديد علينا باش نعملوا اضراب وقت الاستفتاء. تعرفوا صار استفتاء في تونس، نحن ما مشيناش في التوجه هذا كجامعه، ما قلنا لهم مش معقول هذا استفتاء يهم الشعب التونسي، مش معقول نقطعوه، وطالبونا بالمقاطعه في الفرنكوفونيه. صوت كهرب يا محمد. قلت لك القمه الفرنكوفونيه طالبونا انه نعملوا اضراب في القمه الفرنكوفونيه، نحن كجامعه وكاتحاد عام تونس رفضنا، قلنا مش معقول ضيوف دوليين من خارج تونس ان نعملوا فيها اضراب، ومشينا للحوار وطالبنا الحكومه، قلنا لهم يا ولدي راهو فما اتفاق منذ سنه ونصف ممضى، يجوا طبقوا لنا الاتفاق. حل يعني هو اتفاق ممضى من وزاره الشؤون الاجتماعيه، معناها هو كان تحت اشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعيه اللي هو ممثل في السيد مدير العام للتفقديه العامه للشغل والمصالحه، وهذا كان امضاته الإدارة العامة للمؤسستين. يعني هذا اتفاق، ما ناش نطالبه في حاجة جديدة، اتفاق قديم منذ سنة ونصف، ونحن نحاولوا مع الحكومة ونعمل مراسلات ونتصلوا بالوزراء ونتصلوا بكل الأطراف، لكن لا حياة لمن تنادي. هاك علاش اليوم تحت الضغط نتاع قواعدنا وعديد المناسبات، قلت لك مرت حتى تعرفوا اللي احنا في مؤسسة تلفزة صورنا التعبير المباشر لأكثر من 1500 مترشح، وطالب وقت زملائنا زاد بالمقاطعة من وقت التصوير، معناها بالضبط. لكن احنا قلنا مش معقول باش نقاطعوا الناس اللي باش تترشح وهذه تحب تعبر نفسها ولازمها تتعدى، وما قاطعنا زاد القمة الفرنكوفونية. دونك باش تقاطعوا يوم الانتخابات. لكن اليوم يعني الحكومه ما تحبش تتحاور، اليوم هذا هو انتخابات، راهو هو احنا وقلتها اليوم صباح وزيد نعاودها، راني انا احنا اليوم كاتحاد عام تونس شغل الاضراب مش هدف، احنا نحبوا نجبروا على الحكومه ان تجي تتفاوض معنا، الناس رافضه الحوار. فما يعني ناس يقول لك هذايا لي ذراع للحكومه، محمد وانت تعرف معناها الكلام هذا قاعد يتقال بصفه مباشره، على اعتبار وانه يوم الانتخابات هو يوم مصيري معناها في المسار التونسي، كان يقول لك وانه ما دام الاتفاقيه تم امضائها، ما دام معناها كان فما امكانيه وانه نبعدوا على نهار للانتخابات ونقوموا بالاضراب نتاعنا، وهذا اللي قاعد توا نقرا فيه في كل بلاصه في مواقع التواصل الاجتماعي. شوف هم اذا كان الناس هذه اللي قاعده تقول، وحتى الاطراف تابعه للحكومه قاعده تقول في الكلام هذا، ووصل فما شكون حتى ردوا اضراب سياسي،
سيدي انت ما عندك مشكل، سامحني انت كحكومه عندك مشكل انه كيفاش تعمل ضرب في الانتخابات. اخويا ها اليوم الخميس وغدوه الجمعه، واحنا انا كجماعه مكتحد عن طول الشغل، ايدينا مفتوحه للحوار، اجوا نتفاوضوا ونلقاو حل. هم رافضين الحوار من اصله، هل ممكن اليوم راهي وزاره الشؤون الاجتماعيه بالقانون هي الراعيه للحوار بالقانون. انا ما فهمتش الرفض نتاع الحوار هذايا على شنو وقت اللي هو اتفاق حاصل وممضى، راهو تقريبا قداش من كيما صار في وزاره التربيه وكيما صار في برشا مجالات، معناها اتفاقيات تم امضائها ونورمالمون باش تتعدى للتنفيذ تقف غادي وما عادش نتحاور وما عادش نزيد. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. اليوم اليوم الحكومه ووزاره الشؤون الاجتماعيه ترفض الحوار، سربوا حتى مراسله قال لك احنا ما لناش عندي جلسه. معناتها الناس هذه سامحني اللي تدعي يا سيدي الاضراب هذا احنا ما حسناش به الاضراب، احنا رانا حاجتنا بالحكومه تجي تقعد الحوار، اجوا تحاوروا يا اخي. تو هل من المعقول انه جامعه واتحاد عام الشغل يدعو للحوار وحكومه ترفض الحوار؟ واضح محمد. محمد وصلت الرساله دعوه اخرى في هالنهارين هذوما اللي مازالوا للحوار اللي رفع الاضراب. اخر سؤال خاطر ماش عندي برشا وقت، دونك اذا كان ما صارش الحوار وما استجابوش اعطيني بالضبط ايش باش يصير. قلتوا وانه فما نشرات قصيره اخباريه باش تتعدى، غير هذا مش باش يتم نقل حتى شيء. اعطيني كونكريتمون شنو باش يشوف وشنو باش يسمع التونسي اليوم في علاقه بزوز مؤسسات الاذاعه والتلفزه التونسيه. شوف التونسي سيستمع فقط نشرات اخباريه موجزه باش تنقل، هذا حق المواطن في المعلومه باعتبار انه مرفق عمومي، ولكن كل التنقلات لمراكز الاقتراع او تغطيه مراكز الاقتراع لن يقع تغطيتها. وهنا احنا قاعدين نحضروا كيما نحضروا في اضرابنا، كيما قلت لك رانا ايدينا مفتوحه للحوار، وندعو مجددا رئاسه الحكومه الى التعامل الجدي مع هذا الملف، لان احنا رانا جديين في تنفيذ اضرابنا، ورانا في نفس الوقت جديين لفتح ايدينا لباب الحوار. واضح. واضح. دونك في انتظار ربما في هالنهارين هذوما تتحرك الحكومه وتفتح باب الحوار ويتم رفع الاضراب، دونك تاكيد وانه مقاطعه لكل التنقلات الخارجيه لكل البرامج المباشره، تامين فقط نشرات اخباريه موجزه ايام 17 و 18 ديسمبر. محمد سعيدي كاتب العام للجامعه العامه للاعلام، شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. شكرا.